أنه كثير من الناس عم تتجه مؤخراً لعمليات التجميل لتحل مشاكل ممكن تواجهها، لكن في نقطة ما انتبهنا لها، شو هي المخاطر والأخطاء الشائعة اللي ممكن نتعرض لها بهاي العمليات؟ لهيك نحن اليوم جينا عند دكتور ماهر الأحدب ليخبرنا أكثر عن الأخطاء الشائعة بعمليات التجميل وكيف ممكن نتجنبها. دكتور ماهر، كنت عم بتشارك مع زملائي بالاستوديو والمشاهدين عن أكثر الأخطاء اللي ممكن يتعرضوا لها الأشخاص اللي يخضعوا لعمليات التجميل أو الأخطاء اللي ممكن يعملوها الأطباء وتسبب يمكن مشاكل أو إحراج عند الأشخاص اللي بيكونوا رايحين يعدلوا شيء بعدين بيتفاجئوا بمضاعفات ثانية، فلو تخبرنا أكثر عن هذا الموضوع. أول حاجة ضروري أن ننبه إنه عمليات التجميل بشكل عام هي من العمليات الآمنة، ونسب المضاعفات أو الأخطاء الطبية فيها هي أقل من باقي الاختصاصات، مثلاً جراحات المخ والأعصاب، جراحات الأوعية الدموية، جراحة العامة وجراحات العظام، كلها عندها نسبة مضاعفات ومشاكل أكثر من جراحات التجميل. لكن يمكن لأن المراجع اللي يخضع لجراحة التجميل ما هو مريض بالضرورة، هنا يمكن في حساسية وتلقى تغطية إعلامية. ولكن بشكل عام المضاعفات اللي عادة نشوفها في جراحات التجميل: التورم، الكدمات، ممكن ندبات اللي تكون واضحة أو ظاهرة بشكل غير مرضي للمريض، بالإضافة إلى بعض المجموعة من المضاعفات والمشاكل اللي خاصة بكل عملية على حدة، وهذه ممكن نتكلم عنها أكثر بالتفصيل. تمام، ياريت نحكي عنها أكثر بالتفصيل. مثلاً عندي فضول أعرف شو هي المشاكل ممكن يتعرض لها المريض اللي يحاول يضبط أنفه بطريقة لطيفة، أو ممكن مثلاً مشاكل تانية إذا في صور توضيحية يكون كتير حلو. أكيد. فمثلاً بالنسبة لعمليات تجميل الأنف، هذه مريضة خضعت لعملية تجميل الأنف كانت تشكي من سنام الأنف أو ظهر الأنف، وهنا نشوف كيف أنه لم يتم حل المشكلة بالشكل المرضي أو الكافي، فإحنا دخلنا وسوينا إكمال للعملية السابقة، وهذا من أسهل المشاكل اللي نواجهها. المشاكل الصعبة اللي نواجهها هي لما يتم المبالغة في العمل الجراحي، وهذا أدى إلى هبوط في الحاجز الأنفي وظهر الأنف بعد العملية بأكثر من شهر، وهنا عمليتنا التعديلية عبارة عن عملية ترميمية أكيد أصعب من العملية الأولى. وبخصوص مثلاً ظهور دهون جديدة بعد العملية بفترة زمنية معينة بنفس المكان اللي تم فيه الشفط، عادة المكان اللي شفطنا منه الدهون غير معرض لإعادة تجمع الدهون بشكل كبير، فإذا المريض أو المريضة زاد وزنه بعد العملية حتتجمع الدهون في أماكن أخرى، فمثلا سيدة معينة كانت طبيعتها أن الدهون مثلا تتجمع في منطقة البطن، سوينا لها شفط بعدين زاد وزنها، حتلاقي أنه أصبح التكتل عندها مثلا في منطقة الأرداف أو منطقة الزنود. بعد ما شفنا هاي المشاكل اللي حضرتك عرضت لنا إياها، يمكن في ناس تخاف شوي من إقبال لعمليات التجميل، أنت برأيك شو المعايير اللي لازم الشخص المقبل لعمليات التجميل يخليها بعين الاعتبار؟ أول شيء اختيار جراح تجميل. إحنا للأسف أصبحنا اليوم في عصر السوشيال ميديا، طبيب النساء والولادة والتوليد يكتب عن نفسه أنه هو جراح تجميل، طبيب الأسرة يقول أنا طبيب تجميل، طبيب الجلدية يقول أنا طبيب تجميل، فهذا أوقات المريض اللي غير حريص على الحصول على المعلومة الدقيقة أو يتم إغراءه عن طريق السوشيال ميديا ممكن يروح عند طبيب غير مختص يخضع لعملية أو إجراء طبي خارج الاختصاص، وهنا نشوف نسبة مشاكل أكثر بكثير. فهنا ضرورة الحرص على اختيار جراح تجميل حصرا. طيب دكتور، ما بعد الخضوع لعمليات التجميل أكيد حياة الشخص كلها رح تتغير، سواء على الصعيد النفسي وعلى الصعيد كمان الجسدي بشكل عام، هل مثلا في نصائح بتحب تنصح فيها مثل الرياضات أو طريقة معينة للطعام لحتى يحافظ على هاي النتائج لأطول فترة ممكنة؟ بشكل عام احنا دائما ننصح المرضى انه بعد عملية التجميل نحاول نحافظ على الوزن، لأن بعد العملية زيادة الوزن حتخرب النتيجة، والنزول الشديد في الوزن بعد العملية كمان ممكن يخرب النتيجة. بالإضافة إلى ذلك نقولهم healthy lifestyle، الابتعاد عن التدخين، المحافظة على الرياضة، كلها تنعكس إيجاباً على صحة المريض ونفسيته كمان. دكتور، لأنه كثير من الناس بتخربط يمكن بين المضاعفات والأخطاء بعمليات التجميل، حابين تخبرنا هل الاثنين بيكونوا على مسؤولية الطبيب؟ الفرق بينهم شاسع. المضاعفات هي الأشياء التي يمكن حدوثها، هي أشياء سلبية غير جيدة تحدث للمريض رغم إجراء العملية بشكل صحيح ورغم اتباع المريض للتعليمات وأخذه الأدوية بشكل صحيح. الأخطاء الطبية هي عادة بسبب الإهمال،
أو الجهل أو إجراء شيء الطبيب غير مدرب عليه. لما مثلا مريض يخضع لعملية جراحية ويحصل له نزيف شديد يدخل العناية المركزة بسبب أنه الطبيب مثلا ما سوى التحاليل اللازمة قبل العملية للتأكد أنه تخثر الدم عند المريض سليم، فهذا إهمال. هذه الأخطاء الطبية يعاقب عليها القانون والنظام، وهذا الفرق بينهم. شكرا كثير دكتور ماهر، كثير استفدنا من هاي المعلومات، وانا بنصح زملائي اللي حابين يغيروا باشكالهم يجوا عندك انت طبعا للافضل اكيد. شكرا دكتور، حياكم الله.